السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. الناس اللي هي حابة تنزل منطقة البطن او اسفل منطقة البطن، الجوانب، الارداف، ان شاء الله هنعمل مكون كويس جدا. المكون ده هيبقى بديل ايه؟ هيبقى بديل تكميم المعدة. يعني احنا مثلا بدل ما نروح نعمل تكميم معدة وندفع فلوس كتير، يعني هفضل اقول لكم كتير من هنا لبكرة، يعني مش هتصدقوا. برضه هترجع تاني الناس اللي هي متعودة ان هي مثلا لو عملت تكميم ولا حاجة هترجع تاني برضه لنفس الشيء. النهارده يا بنات ان شاء الله هنعمل وصفه كويسه جدا. الوصفه اللي احنا هنعملها ديت ده هتسد معاك الشهيه، مش هتخليك ان انت تاكلي بطريقه يعني كبيره جدا زي الاول ولا حاجه، لا بمعنى اصح هتعمل ايه؟ هتسد معاك الشهيه، هتقلل معاك كميه الاكل، يعني بدل ما كنت بتاكلي كميه كبيره هتبدا ان انت تاكلي كميه صغيره واحده واحده كده لغايه ما تحس ان انت معدتك بدات تكش وترجع لطبيعتها، تمام. تاني حاجه ان هي هتعمل معانا ايه؟ هتزود معانا معدل الحرق بطريقه كويسه جدا. يعني لا قدر الله الناس اللي هي يا جماعه جسمها مش بيحرق كويس او عندها غده، الوصفه دي ان شاء الله هتخلي جسمك هيحرق طبيعي كويس جدا. خلاف كده وكده كمان ان هو هينزل معاك الدهون الموجوده او السموم الموجوده في جسمنا، وهينزل معانا وزن كمان، تمام. اظن وصفه كويسه جدا، يعني سهله مش هتكلفنا اي حاجه. اما الناس يا جماعه اللي هي بتقول هو الوزن دوت مش هو الدهون، لا الوزن بيبقى عباره عن دهون وبيبقى عباره عن ميه، تمام. فاحنا ان شاء الله هنعمل طريقه كويسه جدا هتنزل معانا كل الكلام دوت. يعني ان شاء الله لو انت جربتيها حوالي اسبوع 10 ايام هتحسي بفرق كويس جدا، هتحسي ان انت جسمك رجع طبيعي زي الاول، جسمك ان هو بدا يحرق معاكي بطريقه كويسه جدا. حتى لو انت مش بتعملي رياضه مش بتعملي اي حاجه، ده ان شاء الله هيحرق لوحده، تمام. نسمي الله ونحط لايك للفيديو، وصلوا الفيديو ده يا بنات لاكبر عدد من اللايكات وشيروه علشان بنات كتير برده تستفاد من وصفتنا النهارده. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا، يلا بينا. اول حاجه يا بنات انا معايا الحاجه كده اللي انا هغلي فيها الوصفه بتاعت النهارده، شايفين بقى انا معايا ايه؟ ده ورق الغار او ورق اللورة، تمام. هاخد كده حوالي 3 4 ورقات صغيرين. لو انت عندك الورق كبير كفايه اول 3 ورقات، تمام. انا علشان الورق عندي صغير هناخد الاربع ورقات او يعني الخمس ورقات دول، تمام. ده كده هنحطهم في قلب الحاجه اللي احنا هنغلي فيها، سواء كانك سواء براد اي حاجه. انا هعمل في الوصفه بتاعت النهارده مقدار كوبايتين. ده اول مكون معايا اللي هو ورق الغار او ورق اللورة، اي إن كان بقى انتوا بتسموه، لان طبعا في ناس بيبقى لها مسميات تانية في بلد تانية، فاحنا هنا في مصر يا جماعة بنقول عليه ورق غار او ورق لورة. طبعا لو في اسامي تانية ولا حاجة ياريت تكتبوه لي برضو في الكومنتات علشان ابقى عندي خلفية عنها وابقى اعرف، تمام. طيب ده كان اول مكون معايا، وقلنا ده هيبقى على قد مقدار كوبايتين اتنين مية. طيب تاني مكون معايا اللي هو ايه بقى؟ اللي هو دي يا جماعه معايا معلقه اهيت ده قرفه. لو انت عندك قرفه خشب القرفه طبعا او الدرسين، عشان الناس اللي بتقول عليها الدرسين احنا برضو بنقول عليها قرفه او درسين، تمام. لو انت عندك قرفه خشب ماشي حطيها، ما عندك شيء استبدلها بالقرفه الناعمه. ده تاني مكون اللي هو القرفه. القرفه يا جماعه ده كويسه جدا، بتزود معانا معدل الحرق حلو قوي. تاني حاجه ان هي بتمتص السكر من الدم او بتقلل مستوى السكر من الدم، تمام. طيب تالت معايا مكون برضو اهوت، مكون كويس جدا اللي هو ايه؟ الزنجبيل، تمام. يبقى انا كل حاجه انا بحطها دلوقتي، كل حاجه انا بحطها دلوقتي يا جماعه بحط مقدار معلقه صغيره خالص اللي هي بتاعه الشاي ديت، وكل المقادير اللي انا حطيتها دي عشان تبقوا انتوا برضو عارفين معايا، كل الحاجات دي بتزود معايا معدل الحرق، يعني بتنزل الدهون بطريقه كويسه. انا ما حطيتش لغايه دلوقتي اي مكون غريب خالص، كل الحاجات اللي انا حطيتها حاجات طبيعيه، حاجات برضو بتفيد جسمنا كويسه جدا، ما فيش منها اي ضرر خالص. كمان لو انت عندك الزنجبيل فريش ممكن ان انت تبشري قطعه صغيره كده وتحطيه، ما عندكيش حطي بودر زي ما احنا حاطين. المكون بقى التالت اهو برده معلقه صغيره خالص اهو من الكركم، تمام. انا حطيت كركم، حطيت كركم ليه يا جماعه؟ لان الكركم كويس جدا برده بينزل معايا كل السموم الموجوده في جسمنا، سواء دهون سواء بقى ميه كل حاجه، وكمان يعتبر رافع مناعه. يبقى كل الحاجات اللي انا حطيتها في الوصفه بتاعت النهارده كلها حاجات مفيده، مفيده برده لجسمنا، هتنزل دهون هتنزل سموم بطريقه كويسه جدا، هتخلي جسمك خلال اسبوع 10 ايام ما شاء الله يبان عليك فرق كويس جدا. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ هنزل عليهم بكوبايتين اتنين ميه مغليه. ده كده يا جماعه مقدار كوبايتين اتنين. كده حطيت الميه المغليه اهيت، هندي لهم تقلبه كويسه جدا. هقول لكم بقى على حاجه كويسه جدا،
لو انت حابين ان انت تحطي عليها حاجة بقى، يعني اي حاجة ازاز ولا حاجة، وتسيبيها لمدة نص ساعة على ما كل المكونات الفايدة بتاعتها تنزل في قلب الوصفة بتاعتنا ديت، ماشي. مش حابة، الافيد والاحسن كمان اللي انت لو انت رفعتها على النار هادية كده حوالي 5 دقايق، ده برضو بيبقى افيد واحسن ليك، تمام. يبقى انا دلوقتي هاخدها كده هغطي عليها، لان زي ما قلت لكم وعودناكم دايما، اي عشبة يا جماعة بيبقى فيها زيوت طيارة، انا مش عايزة البخار ده يطير، انا عايزة استفاد منه. هستفاد منه ازاي؟ هغطي عليها بحاجة ازاز ونحطها كده على النار لمدة 5 دقايق ونرجع لكم تاني. ودلوقتي يا جماعة بعد ما غلينا الوصفة زي ما انتم شايفين اهيت، دلوقتي كده بقى عندي كوبايتين اهو، بالشكل ده كده يبقى الوصفة عندي اصبحت جاهزة معايا. طيب هنشوف دلوقتي بقى، هنشيل بس النصفة كده اهوت، ده كده يا جماعة الوصفة اهيت. برضو هغطي عليها، لان طبعا انا جبتها من على النار صفتها معاكم على طول، المفروض ان انا ما افتحش عليها غير ما تبرد خالص، وكل البخار اللي هيطلع على الغطا ينزل تحت في قلب الوصفة تاني علشان استفاد منه. طيب دلوقتي هناخدها كم مرة في اليوم؟ هناخدها مرتين في اليوم، لان انا عملت معاكم كوبايتين، تمام، كويس اوي. الكوباية الاولانية لو انت بتتحسسي من الزنجبيل بلاش تاخديها على الريق، اما الناس الطبيعيين يا جماعة اللي هما ما بتحسسوش من الزنجبيل ممكن ان هما ياخدوها على الريق، دي اول حاجة. هتاخديها، مش هتقدري ان انت تاخديها على الريق، ممكن تاخديها بعد الفطار، دي حاجة كويسة يعني مفيش فيها أي مشكلة. ده هتعمل معانا إيه؟ ده هتزود معاك الحرق كويس جدا، هتزود معاك قصدي معدل الحرق كويس جدا، حتى لو أنت الصبح كده هتحسسك إن أنت عندك نشاط، عندك طاقة، عندك حيوية، عايزة تقومي تشتغلي، عايزة تعملي كل حاجة. في نفس الوقت برضه هتسد معاك الشهية، مش هتخليك إن أنت تاكلي كتير، يبقى أنا كده إيه؟ كسبت من الجهتين الاتنين، كسبت إن هي هتزود معايا معدل الحرق، هتديني طاقة كويسة جدا، هتسد معايا الشهية. دي لو إحنا استمرينا على الوصفة دي 10 أيام هتلاقي جسمك فعلا بان عليه فرق كبير جدا. يبقى كده يا جماعه عرفنا الكوبايه الاولانيه هتتاخد امتى؟ هتتاخد على الريق، لو انت بتتحسس او هتتعب ومش هتقدر تاخديه خدها بعد الفطار. طيب الكوبايه الثانيه هناخدها امتى؟ الكوبايه الثانيه يا جماعه هناخدها ان شاء الله قبل وجبه العشاء، قبل وجبه العشاء دي هتبقى كويسه جدا. يعني يا ريت حتى الناس اللي هي بتتعشى يا جماعه بطريقه يعني كبيره جدا، حاول ان انت تقللي في عشاك شويه، حاولي ان انت يعني ايه، ممكن علبه زبادي، قطعه جبنه، الحاجات اللي هي خفه دي، ما تكتريش في العيش، ما تكتريش في النشويات، الحاجات اللي انتوا ايه عارفين ان هي بتزود معانا الجسم، خصوصا بقى طبعا احنا في الشتاء وبنحب ان احنا ناكل كتير عشان جسمنا يدفي، فيا ريت نقلل بس ايه الكميه، حاجه بسيطه كده. ده يا جماعه الكوبايتين بتوعنا النهارده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه، وكل اللي شير يكتب لي تم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.